السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نتكلم اليوم على حرف السين. السين حرف من حروف العربية يخرج من طرف اللسان ومن وضعه، وضع طرف اللسان على أسفل الصفحة الداخلية للأسنان السفلى الأمامية. الأسنان السفلى الأمامية اسمها الثنايا، الثنيتين السفليين. هذا اللسان أضعه أسفل الصفحة، ليس فوق بل أسفلها. أس 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 سا سأل سائل، وهو حرف فيه صفير، والصفير من صفات القوة. أس ولولا الصفير الذي فيه لكان حرفا ضعيفا، لكن الصفير يقويه. الأمر الثاني، علينا إذا نطقنا حرف السين أن نرققه ولا نفخمه، لأننا إن فخمنا السين ستتحول إلى صاد، فالصاد والسين من المخرج ذاته. الفرق بينهما أن الصاد مطبقة مستعلية وبالتالي مفخمة، والسين منفتحة مستفلة وبالتالي مرققة. هذا هو الفرق بين الصاد والسين، فنحرص على إخراج السين من مخرجها. هي حرف رخو، نحرص على مطه قليلا إن كان ساكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اهدنا الصراط المستقيم. فنمطها قليلا لتأخذ حظها من الزمن، لأنها حرف رخو. معنى رخو يعني يجري معه الصوت. هذا هو حرف السين، وهو أمر سهل إن شاء الله تعالى.